الرحمن الرحيم. معنا الأخ عمر الحربي من السعودية من مدينة جدة، عامل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا أخ عمر. أهلا وسهلا، الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. من هنا من فندق إنديانا، هذا الفندق يطل على البرجين وكذلك قريب من شارع العرب. أخ عمر كيف الحال؟ الله يعافيك. إيش أخبارك؟ الحمد لله. في البداية نود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. عن طريق صديق. تقييمك لأداء الشركة بداية من التراسل معهم بالواتساب. أشكرهم جدا 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 على تعاملهم وأخلاقهم، يعني شيء ما يوصف صراحة. الاستقبال في المطار رائع بمعنى الكلمة. نوعية السيارات وتعامل السواقين معكم. سيارات جديدة، السواقين محترمين، أخلاق. أنصحكم تتعاملوا مع شركة المحيط صراحة. نوعية الفنادق جدا 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 لأبعد درجة ممتازة. أشكركم على اختيارها صراحة. الجولة السياحية كيف رأيتها؟ ايش أقول لك؟ شيء ما ينصف صراحة. ما أجمل شيء رأيته في هذه الرحلة؟ والله ايش أقول لك؟ لانكاوي، بينينغ، سلنغو كلها ممتازة صراحة. ما أقدر أميز شيء عن شيء. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ الحمد لله ولا صعوبة، بفضل الله ثم تعاملكم. الله يعافيك ويسلمك. كلمة أخيرة. أشكركم على جهودكم اللي سويتوها معانا، وألف ألف ألف شكر. الله يعافيك ويسلمك، والعفو منك إن شاء الله. بإذن الله تعاودها مرة أخرى عن طريق بإذن الله لكم رجعة ثانية بإذن الله. لدينا فروع في أندونيسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا وفي تايلاند إن شاء الله. إن شاء الله في أندونيسيا المرة الجاية. بإذن الله. في امان الله توصل الى بلدك باذن الله بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك ويعطيكم الف 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 عافيه. الله يعافيك. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.